الأرقام بتقلك الأرقام بتقلك أنه من الممكن معالجة نسبة 98% من حالات سرطان الثدي يلي بتم كشفها بمراحل مبكرة، كما أنها تشفى بشكل تام. والأرقام بتقلك أنه بيّنت دراسة أسترالية شملت 1500 مسن أنه يلي عندهم عدد أكبر من الأصدقاء بعيشوا بمعدل 22% أطول من يلي عندهم عدد محدد من الأصدقاء.